أنا اليوم متواجدة في مطعم اسمه جوتشونيان. هذا المطعم له تاريخ عريق جداً وطويل، بيعود إلى عهد تشينغ، يعني تقريباً عام 1884. هذا المطعم بيقدم طبق مميز جداً وفاخر، كان في الزمن القديم يقدم فقط لأصحاب السلطة والمكانة في المجتمع. إلى اليوم هذا الطبق جداً ثمنه غالي في الصين، وكمان أيضاً في وراء هذا الطبق قصة مميزة اليوم سأخبركم عنها. المطعم فاخر جداً، يلا. شيف يانغ، يانغ داتوني، اليوم هو رح يعرفنا عن كل المكونات الخاصة بهذا الطبق. 今天能不能给我们介绍一下这个食材哈？这个食材是瑶柱，我们福州人讲大干贝，瑶柱。它是海鲜吗？对，海鲜，是贝壳当中的那个半柳。这个是海参。这个是海参。对对对对，很漂亮的海参。它有六排刺。还有这个是花菇。 نوع من أنواع الفطر، أوكي. حقو شو من فوجين تايو ده حقو. فطر بن مهون في فوجو، أوكي. واو، جهز طبق فوتيانشان. الطبق أخذ وقت طويل، لكن عندي سؤال. يانغ داتوني، الورق الشجر بيحافظ على النكهة جوا الجرة، أوكي أوكي. سنة جو كي قال اه دوي قايسا هاو هاولي هاولي. بيتم أكل هذا الطبق مع خبز صيني مثل هذا. على يبدو أن البهارات المستخدمة في الخبز تشبه الحساء نفسه. يا هلا 太好吃了，谢谢你，谢谢，太好吃了。